سموم عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات قرين للندى للخير بحر وحبر في العلوم النيرات دليل في المتاهات الخوالي ونور في الليالي المظلمات طليق الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات أقمت لبيضة الإسلام حصنا لأمواد عليها اللهم ثبتهم اللهم ثبتهم اللهم ثبتهم اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ولسائر موتى المسلمين وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا أنت أستغفرك إليك وبارك الله فيكم واسأل الله الثبات فإنه يسأل وجزاكم الله خيرا. فنعزي أنفسنا ونعزي أهل فقيدنا ونعزي بلدنا وجميع المسلمين في أخينا الشيخ عبد القادر الزيتوني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء لأجل مسمى. فنسأل الله تعالى يربط على قلوبنا وعلى قلوب أهله وعلى قلوب محبيه وذويه وطلبته وتلامذته رحمه الله تعالى رحمة جامعة. فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا أخانا عبد القادر لمحزونون لمحزونون. هي سنة الله جل وعلا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. أخونا عبد القادر الزيتوني رحمه الله تعالى إمام له جهد معتبر وبارز في الدعوة إلى الله عز وجل، وله جهود أخرى في بعض وسائل الإعلام. غادرنا هذا الصباح ونرجو الله عز وجل أن يكون منعما في قبره وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وأنا أعزي الأمة الإسلامية على وفاتي وفقدان هذا الحبيب الغالي الذي كان نفعه ظاهرا ومنتشرا في الأمة الإسلامية بين الشباب والشيوخ والعجائز والأطفال ذكورا وإناثا. وهذا كان له من الله سبحانه وتعالى توفيقا. أنا عرفت الشيخ عبد القادر الزيتوني منذ أن عرفت الإمامة، يعني أكثر من 20 سنة، وأنا أعرف هذا الرجل الطيب الذي كانت بدايته حضوره عندنا في المسجد، ثم بعد ذلك ختم القرآن الكريم بإتقان. أنا أقول ختم القرآن الكريم بإتقان وجمع القراءات على الشيخ فاتح برويس وعلى غيره، وتخرج على يده كثير من الناس حفظا وكذلك إجازة في القرآن الكريم. وبيني وبينه عشرة طويلة في مجال الدعوة إلى الله، وإن كان هو قد سابقنا وهو أفضل منا والله يشهد على ذلك. الشيء الذي نعرفه عن الشيخ رحمه الله أنه كان إنسانا يحب الدعوة إلى الله ويدعو إلى الله في كل مكان. أي واحد يعرف الشيخ لو تسأله عن الأشياء اللي تعرفها يعني تميز بها الشيخ عبد القادر رحمه الله ربما يقول لك نعرفه أنه كان يدعو إلى الله في كل مكان، في المارشي، في السوق، في الحومة، يصيب جماعة يلعبوا دومين، يروح يذكرهم. كان رحمه الله كي كان في أيام يعني كان في أيام العلاج بالعلاج الكيميائي بلا شيميو في هذه القاعة العلاج ويذكرهم بالله، والحمد لله هذه رحمة من الله ربي باش يغفر لنا الذنوب تاعنا بهذا الابتلاء. فكان والله حسيبه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في أرضه، فإن شهدتم بخير كتب له الخير وإن شهدتم بشر كتب له الشر. فنشهد الله وحسيبه الله أنه كان من خيرة الناس ومن خيرة الدعاة إلى الله.